صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. وقبل ما أبدأ البرنامج صبح عليكم مستمعين الكرام وأقولكم صباح الخير وصباحكم صباح سعادة ورضا، وصباح مثل ما نقول يعني توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام، وصباح مليء بالطمأنينة أتمناه لكم ولكل المستمعين. اليوم مستمعينا الكرام في حلقة برنامج صحة وسعادة بنتناول مواضيع عديدة وشيقة بالتأكيد، وأتمنى أيضا أنها تكون مفيدة. مواضيعنا اليوم بنبدأها بآخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم عندنا فقرة مهمة عن مجموعة الإرشادات الخاصة بالتغذية الصحية أثناء أداء مناسك الحج. وفقرتنا الرئيسية في برنامج صحة وسعادة لليوم بتتحدث عن دليل الحج وقواعد حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض. وقبل ما أستهل في برنامج صحة وسعادة، يسعدني أني أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي. كان معنا في الإعداد اليوم الأستاذ يوسف سعد، وكذلك من نور دبي في التنسيق والمتابعة بتكون معنا زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا ناصر السليمي. واليوم بكون معاكم خلال تقديم فقرات برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي. أذكركم مستمعين الكرام بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-55-1414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة نبدأ برنامجنا بأخبار، ممكن تكون أخبار جديدة أخبار شيقة، ولكن دائما أخبارنا من مصادر عالمية موثوقة. يقول خبرنا اليوم: الصيام المتقطع قد يساهم في شفاء تلف الأعصاب. انتشر طبعا في الآونة الأخيرة وكلنا نسمع عنه مفهوم الصيام المتقطع في النظام الغذائي بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وازدادت البحوث والدراسات اللي تهتم بفهم آلية عمل الصيام المتقطع وتأثيراته على صحة الجسم. ونشر بحث جديد في مجلة ناتشرال تم إجراءه من قبل باحثي إمبريال كولج لندن، لاحظوا كيف أدى الصيام إلى زيادة بكتيريا الأمعاء، وهو أمر ضروري لتجديد الألياف العصبية المسمى بالمحاور العصبية، وهي هياكل تشبه الخيوط في نهايات الخلايا العصبية اللي ترسل إشارات كهروم كيميائية إلى خلايا أخرى في الجسم. وقال مؤلف الدراسة البروفيسور سيمون دي جيوفاني من قسم إمبريال في الطب وعلوم الدماغ: لا يوجد حاليا علاج للأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب بعد إعادة البناء الجراحي، وهو أمر فعال فقط في نسبة صغيرة من الحالات، مما يدفعنا إلى التحقيق فيما إذا كانت التغيرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في التعافي. وأوضح جيوفاني: سبق أن ربطت دراسات أخرى الصيام المتقطع بإصلاح أيضا الجروح ونمو خلايا عصبية جديدة، لكن دراستنا هي الأولى اللي تشرح بالضبط كيف ممكن للصيام أن يساعد في شفاء الأعصاب. فيمكن اللي يتبعون حمية أو نظام الغذائي اللي عبارة عن الصيام المتقطع يمكن على المدى يعني القريب نسمع فوائد كثيرة للصيام المتقطع. فكل نظام غذائي إذا التزم به وإذا كان باستشارة أكيد أخصائي التغذية أكيد وبالتأكيد بيعود على الشخص بالفائدة. مستمعين الكرام أيضا مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة نتناول مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم بالتأكيد بنتناول أيضا بعض هذه المستجدات، ونباكم بعد تكونون على اطلاع على حساب هيئة الصحة في دبي واللي هو DHA_Dubai، بتحصلون كل المعلومات الصحية اللي تحتاجونها واللي تهمكم موجودة على حسابات هيئة الصحة في دبي سواء على تويتر أو إنستغرام، وكذلك نحن موجودين على تيك توك، بتحصلون فيديوهات حلوة لكل الأيام الصحية العالمية، ويشرف عليها أكيد فريق يقوم بتصوير هذه الفيديوهات بطريقة محترفة وجميلة. وكذلك أيضا على إنستغرام، نباكم تخلون عيونكم على إنستغرام لأن خلال يعني اليوم أو باكر بالكثير بينزل دليل
الحاج، هذا الدليل بيكون فيه كل اللي تحتاجونه الحجاج، سواء إذا كنتوا أنتم من الحجاج أو أحد من أهاليكم من الحجاج، تقدرون تسووا له شير على هذا الدليل اللي بينزل قريب إن شاء الله. فمستمعينا الكرام، أيضا نحن نذكركم ونذكر عناية المتعاملين بأنه تم هناك نقل بعض التخصصات في مستشفى دبي من بعض خدمات وتخصصات العيادات الخارجية إلى المبنى الجديد الموجود بجانب المبنى الرئيسي للمستشفى، وممكن يكون في تغيير في المواعيد، ولكن سيتم إبلاغكم بكل التغييرات اللي بتكون موجودة سواء عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو من خلال الاتصال. كذلك مستمعينا الكرام، ما أنسى أذكركم عن حسابنا على التطبيق هيئة الصحة بدبي، التطبيق الذكي اللي هو DHA App. تقدرون أنكم تنزلون DHA App وتأخذون موعد لخدمة طبيب لكل مواطن، لكل الأشخاص اللي حابين أنهم يأخذون مواعيد ولكن ما يبون يتجهون للمركز الصحي، يبون يكونون موجودين في البيت، يبون يتفادون الأماكن، ممكن نقول أماكن العدوى أو الأماكن المزدحمة، فهم يتجهون للوسائل الذكية مثل طبيب لكل مواطن اللي استفاد منه الكثير من الأشخاص. وتحدثنا عن هذه الخدمة، تقدرون تتصلون على 800-342 تطلبون هالخدمة أو من خلال DHA App. DHA App في الكثير من الخدمات، مو بس خدمة طبيب لكل مواطن، ممكن أنكم عن طريق DHA App تصلون لخدمة براعم اللي تجاوبون فيها عن الأسئلة اللي تخص الأطفال، تخص عيالكم، وبعدها تعرفون إذا عيالكم بحاجة لمتابعة من الطبيب للأشخاص اللي عندهم مثلا أطفالهم تأخر في النطق، أو مثلا ولدها ما مشى للحين عمره نقدر نقول سنة ونص. فكل تساؤلاتكم هاي، إذا حابين أنكم تعرفون هل أنتم فعلا تحتاجون أنكم تزورون الطبيب، تقدرون تستخدمون آيكون أو الموجودة في DHA App اسمه براعم، تقدرون تضغطون عليه ويدخلكم على بعض الأسئلة اللي تجاوبون عليها، ويتم من خلالها يعني أخذ موعد للأشخاص اللي بحاجة لمواعيد لمتابعة أطفالهم. وكذلك ما ننسى الخدمة المهمة والمميزة اللي موجودة في DHA App اللي هي خدمة دمي. في خدمة دمي تضغطون على هذه الخدمة ويمكنكم أنكم تجاوبون على الأسئلة وتأخذون الباركود اللي بيطلع لكم بعد ما تجاوبون على الأسئلة، وتتوجهون لمركز دبي للتبرع بالدم وتتبرعون بالدم. وكلنا مثل ما نقول دايما ونكرر ونعيد أن التبرع بالدم هو مش فقط فايدة للشخص اللي أنت بتتبرع له، ولكن هو فايدة أيضا لك ولصحتك. فنحن دايما ننصحكم، وأيضا نذكركم بلقاءاتنا السابقة مع أخواننا اللي طلعوا معنا ما شاء الله متبرعين دائمين بالدم، ويتبرعون أيضا بالصفائح الدموية اللي يكونون يعني الصفائح الدموية هاي يحتاجونها يعني أشخاص معينين، لا سمح الله مرضى السرطان أو النساء أثناء الولادة. فتبرع الشخص ليس فقط بالدم، ولكن إذا كان قادر حتى أنه يتبرع بصفائح دموية، نقدر نقول هذا عمل إنساني عظيم. كل إنسان ممكن يتجه ويتبرع بالمال، ولكن مو كل شخص قادر أنه يتبرع بالدم. والتبرع بالدم مجرد أنك أنت تفضي لك وقت في جدولك هذا نقدر نقول المزدحم، تخلي فيه مثل ما نقول بركة، أو مثل ما نقول أيضا صحة لك وخدمة إنسانية تقدمها للآخرين عن طريق تبرعك بالدم. وإذا كنتوا مو منزلين DHA App وما دخلتوا على خدمة دمي، تقدرون أنكم تتصلون 800-342 وتأخذون موعد، أو تتوجهون على طول لمركز دبي للتبرع بالدم. وأحب أذكركم أيضا وأنوه أن مركز دبي للتبرع بالدم موجود داخل حرم مستشفى لطيفة، تقدرون توجهون المستشفى لطيفة، على نهاية المستشفى هناك بتحصلون مركز دبي للتبرع بالدم، بعد مركز الثلاسيميا بتحصلون مركز دبي للتبرع بالدم. وأنتوا ونحن وكلنا كمجتمع نقدر أن نحن نساهم بشكل كبير من خلال تبرعنا بالدم. مستمعين الكرام، مواصلين فقرات برنامج صحة وسعادة، فقراتنا اليوم كلها عن الحجاج وصحة الحجاج، فخلوكم معانا وتابعوا فقرات برنامج صحة وسعادة. وأيضا تقدرون أنكم تشاركونا بأفكاركم للموسم القادم من برنامج صحة وسعادة على الرقم 600-551-414، وكذلك على الرسائل النصية القصيرة 4006، الرقم 8342 ها رقم هيئة الصحة بدبي، تقدرون أنكم
تتصلون في هاي الأرقام لأخذ مواعيدكم وكذلك للتبرع بالدم، وأخذ موعد للتبرع بالدم عن طريق الأرقام اللي ذكرتها. والحين أعزائي المستمعين بطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة، يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا اتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام الرسائل النصية القصيرة اللي أسعد بها دوم 4006. تقدرون أنكم ترسلوا لي رسائلكم النصية القصيرة إذا حابين أنكم تطورون في برنامج صحة وسعادة، حابين أن نضيف مواضيع أخرى إن شاء الله في الموسم القادم اللي بيكون في شهر 9. فأتمنى أنكم ترسلوا لي رسائلكم النصية القصيرة لاقتراحاتكم لبرنامج صحة وسعادة في موسمه القادم. وأعزائي المستمعين مثل ما عودناكم دائما تكون فقرتنا الأولى في برنامج صحة وسعادة حول التغذية الصحية وكذلك أنماط الحياة الصحية. اليوم فقرتنا بتتكلم عن التغذية الصحية أثناء أداء مناسك الحج، ومع حلول موسم الحج وبدء الحجاج السفر لأداء هذه الفريضة العظيمة وخلال أيام الشعائر المقدسة، يحتاج الحاج إلى تغذية نوعية تتناسب وحركته وما يحتاجه من طاقة لأداء المناسك. وهذا اللي بنتكلم عنه اليوم مع الأستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الصحي الغذائي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور أختي آمنة، وصباح النور متابعينا الكرام وحجاجنا الأعزاء. أهلا فيك أستاذة مريم. أيضا يعني نحن سعيدين أن نكون جزء من تثقيف الحجاج وحجاج وجزء من يعني هذه المنظومة الصحية اللي ممكن رسائلنا هاي البسيطة توصل للحجاج، وبالتالي نحن أيضا نحصل على الأجر والثواب. أستاذة مريم، شو نعني بالتغذية الصحية للحاج إذا بدينا يعني نستهل فيها هذه الفقرة؟ نعم طبعا هذا الموضوع يعتبر من الضروريات انه اي شخص حاب انه يحج ان شاء الله باذن الله ويكون حجه امن وسالم انه يحافظ على تغذيته، لان مثل ما نعرف نحن هناك بتكون في اضطرابات في العادات الغذائيه بسبب مناسك الحج المختلفه واختلاف في مواعيد تناول الطعام، فهذا ممكن بحد ذاته يسبب مشاكل وخاصة في الجهاز الهضمي. هذا للناس العاديين، فما بالك للناس اللي عندهم من الأساس مشاكل صحية. فالتغذية السليمة ضرورية إنه للحاج في هاي الفترة، لأنه محتاج الطاقة اللازمة لأداء مناسك الحج المختلفة من الطواف والسعي والمبيت في المنى والوقوف بعرفة ورمي الجمرات، هاي كلها تحتاج طاقة. فلذلك يجب على الحاج انه يعني بقدر المستطاع ان يتناول او غذاء يكون شامل على كل العناصر الغذائية، البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن قد ما يقدر. ونفضل انه قبل لا يعني يبدا بالرحله يكون مار على اخصائيه التغذيه او الفريق الطبي بشكل عام. نعم بالتأكيد. أيضا نحن وهنا نقول أستاذة مريم إلى أن رحلة الحج بحاجة لاستعداد، استعداد قبل الحج. نعم. أيضا فنحن إذا بنقول إحنا الحين في هذا في هذه يعني في هذا الوقت يعني خلاص ما شاء الله نشوف توافد الحجاج لأداء مناسك الحج، يعني فريضة الحج لها ظروف خاصة، وعشان يؤدي الحاج الشعائر المقدسة على الوجه المطلوب أكيد يحتاج يعني مثل ما ذكرتي أستاذة مريم طاقة. فكيف ممكن يكون غذاءه؟ هل ممكن أنه يتناول غذاء محدد يساعده ويعطيه الطاقة؟ نعم بالضبط، في وقت ما زال طبعا إذا الإنسان ما كان في يعني الحاج ما ابتدى بالطريقة الصحيحة، في وقت ما زال انه يحاول يبتدي وهو في الحج نفسه. هني ممكن نقدم له بعض الارشادات اللي ممكن يتبعها هو خلال
فترة الحج مثلا أنت نحاول قد ما يحاول قد ما يقدر يركز على شرب الماء أو السوائل أساس يتفادى الجفاف، المشاكل الإمساك، يحافظ على الأعضاء اللي عند الكلى، الكبد، الجهاز الهضمي يمشون عنده بشكل سليم. فمن الضروري أنه خلال اليوم يحاول يشرب كمية كافية من السوائل، يركز على الخضار والفواكه بشكل كبير أساس تعطيه المناعة أنه ما يتعرض لأي مشاكل، لا سمح الله أي مشاكل صحية مثلا ممكن يتعرض لها. فبتناوله للخضار والفواكه لأن فيها مضادات أكسدة، فيها فيتامينات، وفيها معادن، وفيها كمية ألياف، هاي راح تساعده إنه بشكل حلو إنه يحافظ على صحته. في عندنا مثلا الفواكه المجففة وخاصة التمر، معروف أن فيه كمية كبيرة أو مغذي كامل ممكن يساعد على أنه يعطيه طاقة كبيرة أنه بعد يكمل مشوار الحج بسلام. عندنا مجموعة الحليب ومنتجاتها ممكن يحاول يشرب هاي الأشياء. ونصيحة لهم أن أي مثلا علب أو مواد مثلا منتجات غذائية إذا فتحوها ما يخلونها فترة وعقب يردوا لها، فقد ما نقدر أن نحاول ناخذ أشياء تكون طازجة وفي نفس الوقت. نعم، أيضا يعني إذا بنقول أستاذة مريم مثل ما ذكرتي عن الغذاء اللي بيحتاجون للحصول على طاقة، أيضا يمكن وبالتأكيد بين الحجاج أشخاص يعني لديهم أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وغيرها، فهل هناك نقدر نقول قائمة معينة من الطعام والشراب تنصحين الحاج أنه يتناولها للحفاظ على صحته من هذا الجانب؟ نعم، بالنسبة للحالات هاي بشكل عام قد ما يقدرون طبعا يتناولون الغذاء، يعني يحاولون يأخذون المجموعات الاحتياجات اللازمة كاملة من المجموعات الغذائية. هذا طبعا هاي أول نصيحة. ثاني نصيحة إنه ما يركزون على الوجبة بشكل عام، يعني كوجبة الإفراط في تناول الوجبة في المرة الواحدة، يعني يفضل أن الوجبات تكون خفيفة ومتكررة أفضل لهم. ما نركز على الحلويات والسكريات والأطعمة الدسمة لأن نحن سايرين لمناسك الحج، فمحتاجين نحن أن نكون نشيطين في هالوقت، ما نتكسل. فالإفراط في تناول الأكل ممكن يعني يسجل على الواحد ويعطي نوع من الكسل. الابتعاد عن الأشياء المالحة قد ما يقدرون. كذلك عندنا شرب الماء ضروري ضروري، يشربون الماء خلال فترة اليوم. هاي الأشياء في الغالب يعني هي الواحد يحرص عليها، يعني عندنا الوجبات تكون خفيفة ومتكررة، الإقلال من الحلويات والأطعمة الدسمة، شرب الماء بكميات كافية، وعدم الإفراط في تناول الوجبة. نعم، مثل ما ذكرتي أستاذة مريم علي، هناك يعني نقدر نقول نصائح جوهرية أو نقاط أساسية إذا نحن بنلخصها، يعني أن مثل ما ذكرتي تناول الماء بكثرة وأن تكون وجبات خفيفة أكثر من أنها تكون وجبات خفيفة وتمد بالطاقة وكذلك مفيدة، وأيضا أن ما تكون وجبات دسمة، وأيضا يعني أستاذة مريم علي ما ننسى أيضا أدوية هذا الحاج أنه عليه أن يتناول أدويته بانتظام، صحيح؟
لازم نعم الأدوية أهم شيء أنه هو يكون ماخذ كمية كافية من الأدوية، وطريقة الحفظ تكون طبعا جيدة بالنسبة لهاي الأدوية، يعني عنده حافظة خاصة أنه يحفظ فيها أدويته وياخذها بانتظام. نعم أستاذة مريم علي، شكرا لك على هذه المعلومات، نقدر نقول الشاملة اللي قدمتيها، أو حتى لو إحنا قدمنا لهم للحجاج نقاط أستاذة مريم مثل ما ذكرتي، نقاط يعني بسيطة قد تعتبر هي نصائح يعني عامة للحجاج لأداء يعني مناسك الحج بصحة وعافية إن شاء الله. شكرا لك أستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بهيئة الصحة بدبي. حياكم الله. شكرا لك. مستمعين الكرام، مثل ما ذكرت الأستاذة مريم، هي نصائح جوهرية، نقاط عامة ممكن للحجاج أو اللي عندهم يعني من أهاليهم بيأدون مناسك الحج خلال الأيام القادمة، يعني نصائحنا العامة لهم تقول إنهم ما يتناولون بالتأكيد المأكولات المكشوفة، وأيضا يتجنبون الأطعمة الدسمة، وبالتأكيد التناول كثير من السوائل، وكذلك غسل الخضروات والفواكه الطازجة بشكل جيد، والتأكد من صلاحية الأشياء أو المأكولات المعلبة الروب وغيرها، يتأكدون من تاريخ الصلاحية، وكذلك أن يكون الطعام اللي بيأكلونه مطهي بشكل جيد، لأن صحة الحاج أهم ما عليه. إذا كان الحاج بصحة وعافية بالتأكيد بيؤدي مناسك الحج بسهولة ويسر بإذن الله، ونحن طبعا نتمنى لكل الحجاج أنهم يؤدون مناسك الحج بصحة وعافية. مستمعين الكرام، مستمرين بالحديث عن الحجاج وعن مناسك يعني مثل ما نقول الحجاج في أداء مناسك الحج. لدينا اليوم حديث مطول حول دليل الحج في هيئة الصحة بدبي، بتحدثنا أكثر عنه الدكتورة هند العوضي، ولكن بعد هذا الفاصل تريونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا اتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. ضمن حرص هيئة الصحة المتواصل على تعزيز الصحة العامة، تولي الهيئة اهتمام بالغ بموسم الحج وصحة من عزموا على أداء هذه الفريضة العظيمة، ومن هناك تجدد هيئة الصحة مجموعة إرشاداتها الخاصة بالحماية والوقاية من أي مشكلات صحية محتملة خلال أداء مناسك الحج، واللي يتضمنها دليلها الواضح والمبسط واللي بنتعرف عليه وما يحمله من توصيات، مع ضيفة برنامجنا اليوم وصديقتنا أيضا في البرنامج الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور آمنة ولجميع المستمعين. يا هلا فيك دكتورة، أنا سعيدة أن نحن نختم مثل ما نقول فقرات برنامج صحة وسعادة والموسم هذا بالحديث معك حول موضوع بالتأكيد يعني مهم ويهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بتأدي بإذن الله مناسك الحج، فحبينا نعرف منك أيضا بداية عن مجموعة القواعد الأساسية للحماية والوقاية من الأمراض بشكل عام. طبعا كل الشكر آمنة اللي عطيتوني أني أنا أكون آخر طبيب يختم الموسم الجدا ناجح هاي السنة، وبعد نختمها بموضوع جدا مهم، موسم الحج. احنا دخلنا في الايام العشر واللي تسبق الحج، فعشان احنا نضمن صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، قمنا باعداد دليل في كل الاشياء اللي ممكن يحتاجها الحاج عشان يؤدي مناسك الحج بكل سهولة ويسر وضمن بيئة صحية وآمنة. احنا سوينا هذا الدليل، ويوم سوينا حرصنا انه يحتوي على جميع الفصول اللي يحتاجها الحاج قبل ما يروح للحج، اثناء ذهابه للحج، وايضا في بعض النصايح اللي بعد رجوعه بعد.
نعم بالتأكيد. أيضا دكتورة، نحن اليوم في حديثنا عن دليل الحج، الدليل هذا اللي تقوم به هيئة الصحة بدبي، فيه إرشادات وتوجيهات بالتأكيد بتكون مهمة للحجاج، فحبينا نعرف منك اليوم دكتورة أكثر عن دليل الحج اللي إن شاء الله بينزل قريبا لجميع المستفيدين أو المتعاملين أو اللي يتابعونا على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح؟ أي طبعا إن شاء الله هذا الدليل بينزل اليوم، لأن اليوم البعثة الرسمية بتنطلق لحجاج دولة الإمارات إلى الأراضي المقدسة. إن شاء الله الدليل اليوم بيكون موجود في موقع الهيئة، وبنحرص على وجوده أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة في دبي، وأيضا بنحرص أن نبعثه أيضا للمجتمع بكل الوسائل المتوفرة لنا. هذا الدليل آمن يحتوي على 10 فصول طرقنا فيه للعديد من المواضيع. بداية تحدثنا عن الإرشادات الصحية العامة للحجاج، وطبعا بما أن احنا حاليا نكافح جائحة كوفيد، وبعدين ننوه الجميع بإجراءات كوفيد، وأيضا عندنا جدر القردة. ففي الفصل الثاني تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية للحج الصحي، وفصلنا الثالث تحدثنا عن التغذية في الحج، وبعدين طبعا لأن احنا في موسم الصيف كان لازم ان احنا نتكلم عن فصلين جدا مهمين. واحد هو عن الماء وشو الأساسيات اللي انت لازم تعرفها عن الماء، وفصلنا الرابع كان ايضا عن الانهاك الحراري وضربات الشمس. جدا مهم كان ان احنا نوعي حجاجنا عن ان انت في موسم الصيف صحيح انك تبي تأدي مناسكك، ولكن ما تنسى ان في شيء اسمه انهاك حراري واجهاد حراري. وبعدين طبعا شوي تكلمنا عن لان جائحة كوفيد والمكان بيكون زحمة وبيخالطون العديد من الاشخاص، حرصنا ان نتكلم عن آداب السعال والعطاس في فصل من الفصول. رجعنا ذكرناهم بالكمامات وأهمية الكمامات، وأيضا الشيء اللي أنا دوم أذكره كيفية غسل اليدين كان لازم أن احنا نحطه بعد في دليلنا الإرشادي هذا. وفي الفصل التاسع تحدثنا عن الغذاء، واحنا نعرف ان العديد من الحجاج نتيجة للتعب والجو والإرهاق في بعض الأشخاص يعانون من التسمم الغذائي، فحرصنا أن نخصص فصل كامل نتحدث فيه عن الغذاء وكيف أنت تتجنب التسمم الغذائي. وفي الأخير لخصنا لهم أهم الأشياء اللي لازم الحاج يحرص على أن يحطها في حقيبة الحج. نعم دكتورة، أيضا نحن في حديثنا عن هذا الدليل هل تناولنا المشكلات الصحية اللي ممكن أن هناك في الدليل تركيز على مشكلات صحية محددة؟ طبعا الحين في هذا الموسم في عدة شروط عشان الحاج يروح، وهاي الشروط هي من 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 الدولة السعودية، من المملكة العربية السعودية. ولكن احنا بعد نقول انك انت اذا كنت من اصحاب الامراض المزمنة لازم بداية انك انت تحرص على قيامك بزيارة طبيبك، يسوي لك فحص كامل، يراجع ادويتك، يتأكد أن عندك كمية كافية من الأدوية. وفي شيء جدا مهم احنا دائما نقول لهم، لا تهملون تناولكم لأدويتكم أثناء أدائكم لمناسك الحج. وطبعا لازم أنتم تعرفون وتبلغون طبيب الحملة أنك أنت تعاني من هذه الأمراض. احنا نفضل دائما نقول لهم إذا كان بإمكانك ترتدي سوارة أيضا ترتديها، تذكر فيها الأمراض اللي أنت تعاني فيها أو الأدوية المهمة جدا اللي أنت تأخذها. وطبعا جدا مهم بعد ان احنا نذكرهم اذا كنت انت يعني تعاني من امراض مزمنه لازم انت تذكرها لمسؤولك في الحمله وايضا لطبيب الحمله. نعم فطبعا تطرقنا للامراض بشكل عام، وايضا في فصل التغذيه ايضا تحدثنا عن بعض الاغذيه اللي ممكن اللي يعانون منها اصحاب الامراض المزمنه ان يحرصون انهم يتبعون هذه النصائح اثناء ادائهم للحج. نعم دكتوره، ايضا حبينا نعرف منك الاشخاص اللي الحين يستمعون لنا ويبون يعرفون دليل الحج وين بيكون متوفر؟ مثل ما قلت لك بيكون موجود في موقع الهيئه،
بنحرص أن بيكون في رابط خاص في مواقع التواصل الاجتماعي عنا، وبعد أيضا بنوفر لجميع، إحنا اليوم بنكون متواجدين آمنة من اليوم وحتى ذهاب آخر رحلة للأراضي المقدسة، بيكون في فريق كامل متواجد في مطارات دبي بيحرص على أن يقوم بشرح هذا الدليل لجميع الحجاج المتواجدين هناك. هناك أيضا بنكون متواجدين، فريق التثقيف بيكون موجود في مطارات دبي. أما الأشخاص اللي ما بيكونون حجاج وحابين أنهم يطلعون على دليلنا أيضا يقدرون يوصلون من خلال موقع الهيئة والمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. نعم، يعني نقدر نقول دكتورة جهود قسم التعزيز والتثقيف الصحي، يعني بالتأكيد الصحة العامة بشكل عام بهيئة الصحة بدبي، جهودكم في هذه الأوقات بتكون مكثفة أكثر. يعني أنا سعدت بأنكم بتكونوا موجودين في مطار دبي لي يعني دليل الحاج، ممكن نقول ليس فقط يعني صفحات ممكن الحاج أنه يطلع عليها، ولكن ممكن أنتم كمختصين تقومون بنشر هذا الدليل من عن طريق يعني تواجدكم في الأماكن المخصصة. فصراحة دكتورة جهودكم إن شاء الله مأجورين ومشكورين عليها وعلى اللي بتقدمونه إن شاء الله للحجاج. فنحن أيضا دكتورة إلى جانب الإرشادات والتوجيهات، هل هناك ضرورة للتطعيم للوقاية من أمراض محتملة ممكن تصيب الحاج أثناء أداء مناسك الحج؟ طبعا اول تطعيم احنا دائما نقوله كوفيد 19، انت لازم تحرص انك انت حاصل على جميع الجرعات والجرعات الداعمه ايضا من هذا اللقاح. احنا ما زلنا نكافح هاي الجائحه امنه، فلذلك جدا مهم ان احنا ما نهمل تطعيم كوفيد ونحرص ان احنا اخذنا جرعاتنا ايضا الداعمه لهذا المرض. وطبعا في التطعيمات المتعارف عليها اللي يؤدون مناسك الحج نحرص ان احنا ايضا ناخذ هذه التطعيمات. طبعا هذا الكلام كان لازم يعني ياخذونه قبل ما يروحون للحج باربع اسابيع على الاقل، احنا دائما ننصحهم في تطعيمات لازم انت تاخذها قبل ذهابك للاراضي المقدسه. تطعيم جدا مهم اللي هو الانفلونزا الموسميه، انت لازم تحرص انك انت تكون ماخذنها، تطعيم الحمى الشوكيه والمكورات الرئويه على الاقل اسبوعين قبل موعد رحلتك. نعم، فدكتورة بنقدر نقول هاي الأشياء أيضا نحن نوهنا يعني على الجميع من قبلنا من قبل هيئة الصحة بدبي، وأكيد الحاج أو أي شخص أيضا بيسافر هناك عيادة المسافرين دكتورة، أو كذلك يعني كل المعلومات يتم تقديمها للمسافرين في هذه العيادة التابعة لهيئة الصحة بدبي. طبعا هي احنا عندنا عيادة المسافرين الموجودة في المراكز الصحية الأولية، الحاج يقوم بزيارة هذا المركز وهم يقولوا له شو الأشياء المهمة اللي لازم يتبعها إلى جانب التطعيمات اللي لازم يحرص على أخذها قبل موعد سفره. وأتوقع أيضا الحملات لما هم يسجلون الحجاج أيضا يذكرونهم بضرورة أخذهم لهذه التطعيمات، فأكيد إن شاء الله بإذن الله كل حجاجنا قاموا بالحصول على هذه التطعيمات اللازمة قبل ذهابهم. نعم، أيضا دكتورة حابة أعرف منك على يعني شو بيكون دوركم أثناء تواجدكم في المطار بشكل يعني نقدر نقول تفصيلي أكثر. قلتي إنكم بتكونوا موجودين لي يعني شرح أيضا هذه الإرشادات ودليل الحجاج للحجاج، هل بتكونون فريق كبير، هل بيكون هناك عيادة متواجدة أيضا في المطار؟ حابين نعرف منك أكثر فيما يخص هذا الموضوع. طبعا في المطار احنا دائما عندنا عياده خاصه للمطار، هي عياده المطار، هذول موجودين 24 ساعه لتوفير الدعم مش فقط للحجاج ولكن لجميع المسافرين. لكن احنا كفريق تثقيف وتعزيز حرصنا ان نكون متواجدين، احنا اليوم احنا من اليوم لين اخر رحله احنا انكول بنكون امنه، بنكون على نظام المناوبات، بنحرص ان نكون متواجدين، فريق منا بيكون متواجد لضمان ان جميع الحجاج على جميع الرحلات اللي بتطير للسعوديه احنا بنحرص ان يكون في فريق هناك موجود. هذا الفريق بيتكون من طاقم تمريضي وطاقم تثقيف صحي، بيكونون متواجدين هناك، اللي حاب يسوي الفحوصات يقدر يسوي هناك فحوصات
الفحوصات السريعة عشان نشوف نسبة السكر وضغط الدم، إذا حاب يشيك الوزن والطول هناك أيضا بيكون في طاقم تمريضي بيقوم بالعمل الفحوصات اللي هو حاب يسويها. والجانب الأهم هو جانب التثقيف، بيكون هناك مثقفين متخصصين في التثقيف الصحي بيكونوا متواجدين، وهم يعني الأدرى بهذا الدليل لأنهم اللي قاموا بإعداد هذا الدليل، فبيقومون بتلخيص الدليل، لأن الدليل ما شاء الله أمن كبير تقريبا 40 ورقة، فالمثقفين هناك بيحاولون أن يلخصون للحاج أهم النقاط الرئيسية اللي لازم كل حاج يعرفها من ناحية كمية المياه، شو الأشياء اللي تسويها عشان أنت ما تصاب بإجهاد حراري، إجراءاتك الاحترازية، يردون يذكرون بكيف غسل اليدين وتعقيمه والكمامات وأداب السعال، هذه كلها بيحرصون أن يقومون بإعطائه مثل ملخص لكل الحجاج. بنكون موجودين من اليوم حتى ذهاب آخر رحلة على مدار الساعة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني دكتورة مثل ما ذكرت في بداية يعني بداية هذه الفقرة أن الجهود المبذولة من قبلكم كبيرة ومشكورين أكيد عليها، وهذا بالتأكيد ليس فقط يعني عمل تقوم بهيئة الصحة بدبي، ولكن هذا أيضا عمل تؤجرون عليه بإذن الله، لأنكم تخدمون يعني حجاج بيت الله الحرام، وهذه طبعا مهمة يعني نقدر نقول سامية وعظيمة بالتأكيد. أشكر لك دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي الوقت اللي منحتيه رغم هذه الضغوطات اللي نحن نعرفها، وكذلك تواجدكم اللي بيكون في المطار، ولكن تركتي لنا مساحة لمستمعينا الكرام اللي عندهم أيضا أهالي ذاهبين للحج ممكن أنهم يستفيدون من هذه المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك دكتورة هند العوضي على تواجدك اليوم معنا. شكرا، يعطيكم ألف عافية ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة دائما، شكرا لك. مستمعينا الكرام، كانت حلقة برنامج صحة وسعادة لليوم حلقة شملنا فيها كل ما نقدر أن نحن نغطيه في موضوع يعني الحجاج اللي ذاهبين إلى بيت الله الحرام اللي بيقومون بأداء مناسك الحج. نحن نقول لهم نتمنى لكم دائما رحلة آمنة وصحية، وكذلك أن الله يعينكم إن شاء الله على أداء هذه المناسك على أتم وجه، على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وترجعوا لنا إن شاء الله يعني كأنكم مولودين من جديد وبالذنوب يعني خالين من الذنوب، أشخاص جدد. يعني جميلة هذه المناسك، وأتمنى للجميع أنه يستطيع أنه يؤدي هذه المناسك، أنه ما ينسى أنه يتوقف لدى التثقيف الصحي الموجودين في المطار اللي بيعطونكم كل المعلومات، اللي حتى لو أنتم تحسون أنه لا والله نعرف هذا، لا والله نعرف هذا، بس ممكن تغفلون عن معلومة بسيطة، يمكن تغفلون عن شيء بسيط بيفيدكم بيعينكم وبيقويكم على أداء المناسك. ومثل ما ذكرت أيضا أن نحن إن شاء الله بتكون حلقة يوم غد الحلقة الأخيرة من برنامج صحة وسعادة لهذا الموسم، نتمنى أن نحن نكون قدمنا لكم كل ما هو مفيد وكذلك ممتع في نفس الوقت. نتمنى أيضا أن نسمع اقتراحاتكم ونسمع كل اللي أنتم حابين أنكم تسمعونه في برنامج صحة وسعادة في حلقتنا للغد إن شاء الله اللي بتكون الحلقة الختامية لهذا الموسم. وفي نهاية حلقتنا لليوم أيضا أشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، كان اليوم معنا في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وكل الشكر أيضا لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي، وكذلك في الإخراج كان معنا اليوم مخرجنا ناصر السليمي، وكنت معاكم اليوم في تقديم فقرات برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي، ودائما أتمنى لكم الصحة والسعادة. صحة وسعادة.